أنا كتير مستغرب، يعني العالم بيعزموا ضيوفهم على الغداء، على الفطور، أخي على العشاء، أو بيعزمون على شي سفرة يغيروا شكل، بس معقول حدا يعزم ضيفه ليتحمم عنده بالبيت؟ مرحبا بكم في البرازيل. وهذا الشيء بيصير مو لأنه هن الوسخين، بس لأنه طبيعة الطقس عندهم كتير حار، لهيك بيتحمموا 3 أو 4 مرات باليوم، وهذا شيء كتير طبيعي ليحسوا حالهم منعنشين ونظاف. بس انتبهوا تدعوا حدا من ضيوفكم على الحمام وانتم مالكم عايشين بالبرازيل، لأنه رح تنفهموا كتير غلط. لهيك